طريقة صناعة العيون لهذا الرأس. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا غراء المسدس المعروف للأعمال اليدوية أو بالأخص الأعمال المدرسية. فننصفه نصين، يكون بالشكل هذا، ونحفر بالريشة. أي ريشة، أنا بسوي قالب من المقصد من الغراء أنه يكون قالب. فنحفر العمق اللي نبغاه، نحفر كذا قالب نحاول نكون أعماق مختلفة. حاول تكون الريشة ثابتة عشان التقويس الداخلية، فتكون شايفين. نحاول نشيل الغراء من الريشة عشان أعطانا حجم أكبر من اللي نحتاجه. فيكون كذا إن شاء الله. الأحجام ممتازة بالنسبة للي أحتاجه أنا. هي فكرته بسيطة وأدواتها يعني موجودة بأي مكان. نجيب الغراء السوبر جلو أو أي غراء سريال جفاف، حاول ما يكون في بقايا من الشمع. فنجي نحط قطرات بسيطة من ثم نجيب قهوة مطحونة نحاول نحطها نضغط عليها بأي شيء، عود أسنان مثلا عشان يطلع الهواء اللي داخل فتدخل القهوة داخل، يكون بدون أي فقاعات عشان يعطينا شكل نص دائرة. نزيد القهوة شوي، نضغط عليها عشان ما يكون فيه أي فراغات. نجي المرحلة اللي بعدها، نضغط عليها بعود الأسنان عشان ما تكون في أي فراغات هواء، يكون الشكل نص دائرة ما في أي إعوجاج.
نزيد القهوة شوي. لازم تكون الحركة سريعة عشان الغلاء يجف بسرعة. نحاول نضغط عليها شوي ما يكون هناك أي فراغات أو هواء فتخرب الشغلة كلها. نحاول نزيل البقايا الزايدة. ثم نحط الغراء شوف طلعت معي فقاعات هواء هنا. حاول نسكرها بأسرع وقت. نضغط عليها بعود الأسنان بدأت تطلع فقاعات الهواء اللي بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية وكذا نخليه لين يجف. نرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم بعد ما جف الغراء. فنجيب مبرد او ورق صنفرة نبدأ نواسي نشيل مو نواسي نشيل الغراء الزايد. بالشكل هذا. الآن نثني نحاول نخرج القهوة. هذه واحد هذا الثاني.
شكل تكون القهوة. الاستفادة منها تم تركيبه كعيون من أعمال التحف الفنية، احتاج نصغرها شوي مع الأطراف. يفضل أن يكون سكين بهذا الشكل. نحاول نقلل من أطرافها شوي، نرجع نحاول نركبها. تصبح بهذا الشكل. نحط عليها قطرة السوبر جلو. أصبحت بهذا الشكل. هذه احتاجها الأعمال الفنية الصغيرة، بعض الأحيان تتعب قبل ما تحصل نفس الشكل أو نفس المقاس اللي أنت تحتاجه. فإذا أنت يصعب عليك الحصول على بعض الخرائز وبعض الأعمال، فتستطيع أن تعملها بنفسك، تكون نفس الجودة. السلام عليكم.